كل المعطيات لغاية الآن تشير إلى أن تباينا تشهده دول الخليج في مواقفها حيال كيفية التعامل مع إيران. صحيح أن قمة الكويت الأخيرة رحبت بما سمتها التوجهات الجديدة للقيادة الإيرانية وبالاتفاق النووي المبدئي بين إيران والغرب، لكن البعض يرى أن الانفتاح الذي أبدته معظم هذه الدول تجاه إيران، خاصة سلطنة عمان في الفترة الأخيرة، قد لا يروق للمملكة العربية السعودية. بكل الأحوال، فإن الجولة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني على دول الخليج وهي قطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان كان لها الصدى الإيجابي لدى المسؤولين في هذه الدول، لدرجة ذهب فيها رئيس دولة الإمارات إلى القول إن إيران هي الجار الأقرب إلينا، في حين أعلن نجل ملك البحرين أن أيدي بلاده مفتوحة للتعاون مع طهران. هل هذا يعني أن تحولا جذريا طرأ على مستوى السياسة الخارجية الخليجية وأن السعودية لم تعد محركها الرئيسي؟ ولماذا تطالب دول الخليج بأن تكون شريكا في محادثات إيران مع الغرب؟ ولماذا ترفض إيران طلبا كهذا؟ هل العلاقة الخليجية الإيرانية مقبلة على مزيد من الانفتاح والتعاون؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيفنا في الاستوديو الدكتور كير عزار، الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية. أهلا بك دكتور كير. شكرا. يفترض أن ينضم إلينا على الهاتف بعد قليل السيد عبد الواحد خلفان، الكاتب والمحلل السياسي. أكثر من خطوة وأكثر من تصريح وموقف إيجابي من دول الخليج تجاه إيران ومن إيران تجاه دول الخليج، هل يمكن القول أن صفحة جديدة بالفعل قد فتحت اليوم بين هذه الدول وإيران، أم ربما من المبكر الحديث عن ذلك؟ يعني الدول في نهاية الأمر منهم جمعيات خيرية، الدول عندها مصالح، وبالتالي دائما كان يضل في شعرة معاوية بين دول الخليج والجمهورية الإيرانية. منه شيء جديد أنه العلاقات دائما بتاخد عملية مد وجزر، أوقات بتشوفيها بوضوح أكثر من أوقات تانية، ولكن اليوم أكيد نتيجة هيدا الانعطافة الغربية الإعلامية أكثر مما هي انعطافة حقيقية تجاه الواقع الإيراني. لكن في اتفاق وقع في نهاية هيدا منه اتفاق، إذا بدنا أو اتفاق تمهيدي هيدا على فيك تقولي اتفاق تمهيدي، إنما إذا بدك رأيي هيدي المدة 6 أشهر تحديدا، هن حددوا 6 أشهر، هيدي من أجل بناء الثقة، لأنه أبرز ما كان يطالب به المفاوض الإيراني الثقة والمساواة في المفاوضات. وبالتالي من هن قدروا استشعروا أنه الغرب والولايات المتحدة، الولايات المتحدة لا تعني الغرب، هنالك فرق كبير، أنه استشعر المفاوض الإيراني أنه هذا الغرب والولايات المتحدة عم يتبادل المفاوضات أقله من الند إلى الند، ولو بمنسوب غير واضح إذا كان فيه من التساوي الدقيق أم لا. وبالتالي هذا الأمر سوف ينعكس بالضرورة على منطق وتفكير دول مجلس التعاون الخليجي اللي إلى ارتباط وعلاقات دائمة مع هذا العالم الغربي وتحديدا مع الولايات المتحدة الأمريكية. كان في ترحيب واضح دكتور بقمة الكويت بهذا الاتفاق. نعم. ولكن شعرنا وكأن هناك يعني ما زال هناك توجس ما لدى هذه الدول، لأنه أتى البيان على الحديث بنوع من السلبية أو القلق، إن قلنا فيما يتعلق بالجزر الإماراتية. نعم. التي تقول دول الخليج أنها ما زالت محتلة من قبل إيران. يعني هيدا أصلاً ملف الجزر تنب الصغرى والكبرى وأبو موسى، هي أصلا صار في التباس بكلام وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف لما ذكر بإحدى المقابلات أنه إذا في أي إشكال حول جزيرة أبو موسى ممكن نحن نزيلها، فتم القول أو تحوير كلماته بأنه نحن جاهزون كإيرانيين للتفاوض، وهيدي عملت التباس. أنا بقول أنه هيدي ملفات منا كتير على تماس بقضية الملف الإيراني، يعني مواضيع الجزر ما خاصة
بما يحصل بهذا الملف المعقد والدقيق جدا. ولكنها لطالما كانت ربما الشماعة أو ربما سبب رئيسي أو حجة رئيسية لدى دول الخليج بأن إيران تهيمن وتحتل وتسيطر، مثال على ذلك الجزر الإماراتية يعني طول الفترة أنا السابقة. أنا بقدر أقول أنه هذه الشماعة أكثر شيء الإيديولوجيا الإيرانية، أنه ألبسوا الجمهورية الإيرانية بأن لديها مشروع توسعي، مشروع إمبريالي، مشروع ومشروع، إنما بالحقيقة مش صحيح هذا الكلام. الجمهورية الإيرانية دولة مركزية إقليمية قوية جدا، الفارسيون الفرس هن ناس أذكياء جدا، بمعنى إنه من مسحة، وهيدا اللي مجنن الغرب، من مسحة إنه كيف الجمهورية الإيرانية امتلكت التكنولوجيا لكيفية الولوج إلى تخصيب اليورانيوم وصولا إلى مفاعل أراك. شو أهميتها؟ إنك بتقدر تفصل البلوتونيوم عن الوقود المستنفذ. تخيل قد ايه معقدة هيدي العملية. وبالتالي هن صرختهم الدائمة، هل يعقل إنه الفرس وصلوا لدرجة إنه ما يحتاجوا لإلنا من أجل بناء مفاعل نووية، بغض النظر إذا منسوبة 3% أو 5% أو 20 أو 90 90 يعني قنبلة ذرية. نعم. طيب ابقى معنا لو سمحت، انضم إلينا للتو السيد عبد الواحد خلفان الكاتب والمحلل السياسي من الكويت. أهلا بك سيد عبد الواحد. بعد هذه القمة التي انعقدت في الكويت والترحيب بالخطوات أو التوجهات الإيرانية الجديدة من قبل القيادة، هل نستطيع القول أنه معظم التوجسات أو الهواجس أو التخوفات قد أزيل يعني لدى دول الخليج تجاه إيران؟ مساء الخير، أسعد الله مساءكم وشكرا على هذه الدعوة الكريمة. الحقيقة يعني دعيني أتكلم بشفافية وأنقل لكم الصورة الحقيقية من واقع الخليجي. أعتقد أن قمة مجلس التعاون التي كانت في الكويت قبل عدة أيام هي كانت قمة شعبتها الكثير من الخلافات البينية بين أعضاء الستة لمجلس التعاون الخليجي، واعتقد ان الملف الايراني كان هو ربما يكون الذي شغل الحيز الاكبر في الخلافات البينيه بين دول مجلس التعاون في المنظومه الخليجيه. لا زال الملف الايراني الحقيقه يحمل هو الهم الاول. لذلك لو قرانا بشكل دقيق بيان الختامي لقاده مجلس التعاون، اعتقد ان المحور الإيراني أو الملف الإيراني كان هو الملف الذي استحوذ على كثير من النقاط. نعم. في مجمل التعليقات، في مجمل النقاط الخارجية في هذا البحث. طيب أنا أريد أن أقف معك عند بعض هذه التفاصيل وهذه النقاط. يعني هل كان الكل مجمع؟ المجمع كل الدول الخليجية ست مجلس التعاون كانت مجمعة على رأي واحد تجاه إيران أو تجاه كيفية التعامل مع إيران في المستقبل، أم أنه صار في تباينات وقيل أنه البعض يعني كان رافضا في البداية بالترحيب بهذا الاتفاق؟ بالتأكيد، لا بالتأكيد هناك خلافات وخلافات كبيرة ربما ازدادت. يعني يجب أن نتذكر مقولة وزير الدولة للشؤون الخارجية العمانية قبيل المؤتمر ربما ب 24 أو 48 ساعة بأن السلطنة على استعداد الانسحاب، وهذا كان تصريح كبير كان له أثاره وتداعياته. وربما البعض أشار إلى أن قمة الكويت تكون قمة تفكك مجلس التعاون، لكن الحمد لله ما صار هذا الشيء. لكن كان هناك خوف يعني من البيان العماني. هذا يعكس بشكل واضح ودقيق بأن هناك خلافات حول التعامل مع الملف الإيراني. ليش سيد؟ لماذا ما زالت هذه الخلافات اليوم بعد ما أوحت به إيران أو الرسائل التي أرسلتها إيران وقرأها الكثيرون بأنها رسائل إيجابية تحديدا تجاه مجلس التعاون الخليجي؟ يعني شوف، خلنا نوصف المشهد بوصف أكثر دقة. يعني هناك في البيان الختامي للقادة مجلس التعاون كان هناك نقاط إيجابية تجاه إيران، لم يكن كله سلبيا. وأعتقد أن ما بعد البيان أيضا، دعيني أشير إلى أن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك كان في له مقابلات إعلامية في الصحافة الكويتية وتكلم بإيجابية بأن إيران أننا نتطلع كمنظومة خليجية إلى بناء علاقات أوسع مع إيران، نرحب بالاتفاق المبدئي بالدول 5+1 مع الجمهورية الإيرانية، لدينا
برنامج عمل مع إيران، هذه المؤشرات إيجابية. أنا أرجع وأقول الخلافات، لأن مجلس التعاون الحقيقة اليوم أثبت بعد مسيرة 34 عاما بأن كل دول المنظومة الخليجية لا تتفق في مجمل سياساتها الخارجية بشكل واحد. نعم. إنما هناك اختلافات في صحيح. هذا صحيح، ولكن اليوم نحن أمام مرحلة جديدة. صحيح، نظرة استراتيجية في التعامل مع إيران بشكل منفرد، ولذلك لم يستطع. طيب يتقطع الصوت، قد أعود إليك بعد قليل سيد عبد الواحد. دكتور بيير عازار، استمعت إلى ما قاله سيد عبد الواحد، وربما يكون هذا طبيعيا الخلافات في طريقة التعامل من قبل دول الخليج مع إيران. الآن ربما أكثر ما يطرح في الأذهان هو سؤال عن السعودية كدولة محورية، كأهم دولة في دول مجلس التعاون الخليجي، وحسب يعني الرسائل الأخير أو في الفترة الأخيرة كان هناك أو اعتبر البعض أن هناك رسائل سلبية ربما من السعودية في أكثر من ملف، إيران، سوريا، المنطقة، العراق، اليمن وغيرها. طب لماذا هذه العقدة ما زالت موجودة يعني لدى السعودية تحديدا؟ بداية قبل ما نحن نرد على سؤالك بموضوع اللي ضيفك الكريم اللي ذكره بموضوع التباينات، مزبوط. إذا بتقري بيان مجلس التعاون الخليجي الهجوم العنيف على سوريا، ما هذا رد لإيران. يعني أنت بالوقت اللي عم بتشيدي بالاتفاق اللي تم بين الجمهورية الإيرانية والعالم أو الدول الستة، وبالوقت نفسه عم بتشني حملة ضروس على دولة إيران دعمتها بطريقة أو بأخرى. مزبوط في حالة من التباين، ومزبوط بعد في حالة من عدم هيك الثقة العميقة بين كافة الأطراف، لأنهم كليتهم داخلين بأزمة معقدة جدا تتخطى إطار الملف النووي، وبالتالي في أزمة من تونس إلى سوريا كلهم متأثرين فيها سواء سلبا أم إيجابا. في موضوع المملكة العربية السعودية، هي شئنا أم أبينا هو يعني هي الدولة المركزية، ولكن مشكلة المملكة العربية السعودية اليوم أنه عندها أزمة كبيرة في بنية القيادة. يعني منلاقي بقلب المملكة العربية السعودية في أجنحة جلالة الملك عبدالله للأسف أصبح بعمر ما بقى عم يقدر يتحكم بكافة مفاصل القرارات، فالأجنحة المتشددة لبل فيك تسميها مش بس السكور. يعني إذا بتشوفي مثلا كتير التركيز على مدير المخابرات الأمير بندر بن سلطان لسبب وحيد، مش لأنه هو حجمه فوق العادي، إنما لأنه الأمير بندر بن سلطان بموقعه الدائم سابقا بقلب الولايات المتحدة بنى علاقات مركزية واستراتيجية مع المحافظين الجدد اللي هن منن أبدا بعاد عما حصل من تونس إلى سوريا. وبالتالي المملكة رح منضلنا نشهد اليوم مرحلة فيها من هيك إذا بدنا نحكي الضبابية تمقول الضياع، لأنه بالنهاية دولة مركزية ما بتضيع، بس في ضبابية بكيفية صناعة القرار السياسي ضمن المملكة العربية السعودية. تهيك من يصنع القرار اليوم؟ اليوم ما في حدا عم بيقدر يصنع القرار. يعني إذا كنا نقول إنه الأمير بندر بن سلطان في الواجهة الإعلامية لدى الفريق المتشدد، لدى الجناح ولكن المتشدد هو غير فريق جلالة الملك. طب ومن يصنع إذن القرارات داخل المملكة؟ قرارات مصيرية مثلها مزبوط. يعني مثل العلاقة مزبوط. مع إيران، لمن دولة بهالحجم عم تتعرض لهذا الاهتزاز في بنية القيادة، لأنه ما حدا بيقدر يغيب المملكة العربية السعودية، بكون واهم. هي دولة مركزية مثل الجمهورية الإيرانية دولة مركزية، وتأكد أنه إيران كدولة كبنية كقارة، لأنه إيران قارة أكثر مما هي دولة، هي من مصلحتها استدراج كل الأطر السلمية بين وبين المملكة العربية السعودية من أجل تحقيق السلام والاستقرار، لأن هذا الأمر يعني بتستفيد منه الجمهورية الإيرانية بشكل كتير كبير، بعكس ما الكل يعتقد. الجمهورية الإيرانية لا تريد الصدام بالمطلق مع المملكة العربية السعودية. الدول مثل ما قلنا بالأول لديها مصالح، الدول تفهم فقط لغة واحدة هي لغة الوصالة. ما دام هذا
ما تتفضل به سليم لنسلم بأنه صحيح 100%. لماذا لم يذهب وزير الخارجية الإيرانية إلى السعودية مثلا ضمن الجولة الخليجية؟ هيدا من أسباب أنه ما في حدا بقلب المملكة اليوم بيقدر يأخذ القرار الحاسم بمعنى كل فريق بقلب المملكة بياخد قرار جزئي. ولما بتقدر تاخذ قرار جزئي ما بتقدر توصل إلى الآخر. تتقدر تستقبلي ضيف بحجم وزير الخارجية اليوم الإيراني بمفهوم قصدي أنه يدير عملية مفاوضات شائكة ومعقدة. ما كمان بدك أنه جلالة الملك عبدالله يكون قادر أنه يضبط إيقاع كل الملفات، وهذا أمر للأسف لم يعد قائما. ولو كان جلالة الملك قبل 10 سنين و15 سنة تأكد كانت أمور كثيرة ما كانت لتحصل من تونس إلى سوريا، وربما كان أداء الملف حتى المفاوضات فيما يخص الملف النووي الإيراني كمان كان رح ياخذ أبعاد ثانية. والسؤال اللي يطرح نفسه دكتور، متى يحين اللقاء بين إيران وسعودية على مستوى القيادة؟ صعب صعب ما دام الملك على قيد الحياة. صعب الجواب بتحديده، يعني اني حدد لك فتره زمنيه. وهو يعني نتمنى ان يبقى بالطبع على قيد الحياه، هو الجناح المعتدل مزبوط يعني، ولكنه لم يحق في أمل لم يعد يستطيع لانه ابنه لا يستطيع ان يرث حكم ابيه، وبالتالي ابنه طبعا عم يعمل نوع من هيك مراقبه لكل حيثيات اللي عم بيقوم فيها الملك عبد الله. ولكن شئنا ام ابينا، ما دام الملك عبد الله على قيد الحياه، وانا اتمنى ان يبقى على قيد الحياه لمده اطول لحين انتهاء هذه الازمه في المنطقه، ولكن رح نقدر بهاللحظه في مرحله مضبوط من الضياع في عملية التواصل الإيراني السعودي رح يكون شوي معقد. هل ترى بهذه الحال أن هناك أجندة سعودية اليوم وأجندة خليجية، يعني تختلف الأجندتان عن بعضهما؟ سؤال حلو. في أجندة لأجنحة متطرفة بقلب السعودية عم تتناقض مع دول الخليج اللي ما عندها أزمة قيادة اليوم. في فرق كتير بعيد. في نحن ما بنقدر نحكي دولة هيك، ما فينا نقول المملكة العربية السعودية، ما فينا نقول الولايات المتحدة، ما فينا نقول دولة بالمطلق. كل دولة عندها مركزية وعندها تعددية بصناعة القرار السياسي. فكيف بالحري بدولة بحجم المملكة العربية السعودية؟ هل ترى منطقيا دكتور بيير الطلب اللي تقدمت به دول الخليج على رأسها المملكة العربية السعودية لإشراكها في المباحثات مع بين إيران ودول الغرب؟ ورفضت إيران، ولا نعلم لماذا رفضت بقوة هذا، والبعض وصفه بالوقاحة. أنه أين المشكلة إذا شاركت الدول الخليج السعودية أو غيرها في هذه المحاضرة؟ مع حق الجمهورية الإيرانية أكيد، مع حق أن ترفض من أي لأنه ناحية؟ هذا المشروع يخص الجمهورية الإيرانية، المشروع النووي. وبالتالي هي إذا وافقت أنه دول مجلس التعاون الخليجي يكونوا مشاركين في سياق المفاوضات، يعني ثبتت أنه كان أهدافها هي بناء قنبلة ذرية تتقدر تتهيمن على دول مجلس التعاون الخليجي. لا، هو من باب ربما بناء الثقة اللي تحدثت عنه قبل قليل. لا، بناء الثقة بين دول الست وإيران، مش بين دول الخليج. صحيح. إيران تريد أن تقول لدول مجلس التعاون الخليجي أنا لا أهدف بالسيطرة عليكم ولا يمكنني أن أسيطر عليكم، بس معلي لازم تعترفوا أنه أنا امتلكت التكنولوجيا وقدرت توصلت أني أنا ابني مفاعل نووية للأغراض السلمية بدون ما استعين بالعالم الغربي. ولكن هي أهم نقطة إعلاميتنا الكبيرة هي منطقة الأرفند بقلب إيران. مقاطعة أرفند على منطقة شط العرب مطرح ما بيتلاقى نهر دجلة والفرات، هيدي لب الصراع. أكبر مخزون من اليورانيوم فارس جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا دولة عندها مخزون هائل من اليورانيوم، ومقاطعة أرفند عم بيعتبروا العالم الغربي والولايات المتحدة كيف يا إيران أنت بحق لك تمتلكي هالمقاطعة لهالقد في حجم من المخزون اليورانيوم. اجت عرضت عليهم ايران عمليه كونسورتيوم انه منفوت معكم بعمليه شراكه. هلا مختلفين على منسوب الحصص، يعني طبعا الجمهوريه الايرانيه ما راح تعطيهم حصص كبيره، هن عم بيقولوا لا. وبالتالي
في عدة عوامل تداخلت في هذه المفاوضات، لأنه أصلا أنا ما تفاجأت بكل اللي قالوه اليوم الإيرانية بالمفاوضات، ما هن أول ما أطلقوا أربع كلمات وأنا كررت قبل بمرة، أربع كلمات بينطلقوا دائما منهم الإيرانية: الشراكة، المساهمة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمفاوضات. الشرط نعم تسمح لي أن أتوقف من جديد قبل أن نفقد الاتصال مرة ثانية مع السيد عبد الواحد خلفان. إذا تحدثنا عن بعض التباينات، هل هناك طرح لفكرة وساطة اليوم خصوصا بين إيران والسعودية سيد عبد الواحد؟ أنا بالتأكيد أتكلم انقطع الخط. أنا قلت بعد بعيد القمة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك تحدث في مقابلات صحفيه محليه وقال بان الكويت مستعده لان تكون طرفا في فتح الحوار والنقاش حول مختلف الملفات ما بين طهران والرياض. الكويت كوساطه يعني كوسيط كطرف، يعني مستعده الكويت ان تكون وسيط بين ايران والسعوديه. نعم 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 اعلن بذلك بشكل رسمي وكتبت مانشيتات في الصحافه الكويتيه في جريده القفز وفي الجرائد الراي والجرائد الكويتيه الرئيسيه. كتب رئيس الوزراء مستعدون للدخول في حوار للمصالحه وفتح الملفات والحوار، وقال بهذه الجمله تعبيرا: مستعدون للوساطه ما بين ايران والسعوديه او ما بين طهران والرياض. هذه مؤشر ايجابي. الكويت يعني يتكلم بشكل واضح على لسان رئيس الوزراء بان يجب ان نبدا ملفات الحوار الان وفق المنطوق الاقليمي. لا يجب ان تستمر هذه الخلافات، يجب ان نبدا في حوارات جديه، وابدت الكويت استعدادها للدخول. واعتقد ان هذا مؤشر ايضا ايجابي، لاول مره تقول دوله خليجيه بانها مستعده للوساطه وفتح ملف النقاش والحوار. مع ايران. سيد عبد الواحد، من اي منطلق طرحت دول الخليج، ولست ادري يعني الفكره فكره من، ربما هي فكره السعوديه، ان تكون طرفا في المباحثات بين ايران والغرب؟ يعني المعروف بان يعني الخلاف الرئيسي في المنظومه الخليجيه هو ما بين المملكه العربيه السعوديه وما بين ايران. يعني جبل او قمه الخلاف ينطلق من السعوديه، يعني هذا معروف في الوسط الخليجي. ولذلك عندما تكون هناك حوار جدي ما بين الرياض وطهران وحلحله لبعض الملفات وتفاهمات جديده يعني لرؤيه جديده في المنطق، هذا ينعكس ليس على المنظومه الخليجيه وايران، انما ينعكس ايضا على مختلف القضايا الاقليميه، ينعكس على قضيه سوريا، وينعكس على الملف اللبناني. صحيح. وينعكس ايضا على العراق. ينعكس على مختلف المنطقه. يعني يجب ان نتكلم بصراحه بشفافيه بان المشكله اليوم ان عندنا ازمه خانقه ما بين السعوديه وما بين ايران. نعم، حول ملفات عده في المنطقه في الواقع. اي تفاهمات؟ نعم. أنا أشكرك جزيلا سيد عبد الواحد خلفان، الكاتب والمحلل السياسي من الكويت. من أنطلق مما انتهى إليه سيد عبد الواحد، وحضرتك ذكرت دكتور بأنه الامتلاك الطاقة من قبل إيران هو ما يثير قلق، إن كان الغرب التكنولوجيا النووية ما يثير القلق، إن كان بالنسبة لدول الخليج أو بالنسبة للغرب. دول الخليج اليوم تقول أنه لبنان وسوريا والعراق واليمن كلها واقعة تحت الهيمنة الإيرانية، وهذا ما يقلقنا بشكل أساسي. هذا ما ذكرت لك قبل شوي بموضوع انه البيان. قلت لك ما هذا تناقض. هذا دليل اللي قلت لك قبل شوي اللي بقرا انا، انه تأييد للشيء اللي صار بين الجمهوريه الايرانيه والدول السته، ولكن هجوم عنيف على سوريا. على سوريا مش بس انه كل المسار، هذا دليل انه ما عم يعطوا بونص، يعني هن عم يمتلكوا اوراق مفاوضات كدول مجلس التعاون الخليجي. هون في تأثير للأجنحة المتطرفة بالمملكة العربية السعودية. هلا طبعا يمكن سلطنة عمان وحتى أمير قطر الأمير تميم عم يلعب دور إيجابي بشكل غير معلن من أجل إعادة التوازن العملية. يعني شئنا أم أبينا، كمان أنا
أرفض كل تهجم على أي دولة، بالعكس يجب مقاربة الأمور بمنطق فيه من الهدوء، لأن الدول بالنهاية مثل ما قلنا دول ما بتفهم إلا لغة المصالح. وبالتالي نحن أمام واقع معقد، حتى لو نجحت الوساطة الكويتية ومشكورة بربط عملية شعرة بالعلاقة ما بين المملكة والجمهورية الإيرانية، وأنا أؤكد لك ما دام الوضع بقلب المملكة، لو شفت وزير خارجية إيران بقلب المملكة اليوم ما رح بتلاقي نتائج ملموسة على الأرض، لأنه كل حراك وفيها الأد أجنحة متصارعة ومتباينة بقلب المملكة أكيد ما رح بتشوف النتائج المتوقعة. ربما كما قال البعض، الأمر بحاجة لتغيير وجوه أو لتغيير بعض المناصب والأشخاص في الفترة المقبلة. أنا أشكرك على هذه الإفادة بما يتعلق بموضوع إيران ودول الخليج. ستبقى معنا لو سمح الدكتور لنتحدث عن رمز نيلسون مانديلا في الفقرة الثانية. مشاهدينا ابقوا معنا، إذن الاستفتاء نعرضه عليكم في الفقرة الثانية. رحل نيلسون مانديلا وبقيت العنصرية، تابعونا. أهلا بكم من جديد إلى العد العكسي. هو أحد عمالقة التاريخ، هكذا ارتأى الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يصف الزعيم الراحل نيلسون مانديلا. أما الرئيس الروسي فقد شبهه بالمهاتما غاندي في تجمع نادر لكبار قادة ورؤساء العالم. وتحت الأمطار الغزيرة جرت مراسم تأبين مانديلا في استاد سوكر سيتي في جوهانسبرغ. نجح مانديلا بوفاته في جمع أكثر من 100 دولة في مكان واحد من أجل هدف واحد، هو وداع رجل لطالما ناضل وكافح ضد سياسة التمييز العنصري وسجن بسبب ذلك 27 عاما، لينتخب بعدها أول رئيس أسود في جنوب إفريقيا عام 94. لا أحد يمكن أن ينكر للرجل أفضاله على الإنسانية جمعاء، ولكن يحق لنا أن نسأل لماذا لم يسر الآخرون على نهج مانديلا وغاندي، ولماذا ما زالت جنوب إفريقيا والكثير من مناطق العالم تعاني سياسة تمييز عنصري وصراعات طائفية وقبلية دموية؟ لماذا بات مبدأ القوة والعنف والقتل والدمار لغة يتقنها البشر، ومنهم كثيرون ممن شاركوا في تأبين مانديلا؟ لماذا بات العالم أقل إنسانية وأكثر ميلا نحو الشر ورفض الآخر، علما أن مانديلا علمنا ثقافة التسامح والحوار وقبول الآخر ورفض الظلم؟ يبقى معنا الدكتور بيير عزار، الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، للنقاش حول هذا الموضوع. رحل مانديلا، إذن دكتور بيير، ورحيل الرمز يعني نظريا ومنطقيا لا يفترض أن يلغي القضية الأساسية اللي حارب من أجلها نيلسون مانديلا، هي العنصرية. للأسف يعني ما زالت هذه العنصرية موجودة إن كان بجنوب أفريقيا أو في دول أخرى. ماذا علمتنا تجربة نيلسون مانديلا، وما معنى أن يحارب في ذلك الوقت سياسة تمييز عنصري في جنوب أفريقيا؟ يعني أول شيء المقدمة أو كثير عجبتني، ولكن أنا يمكن بقول موضوع التمييز العنصري بجنوب أفريقيا، التاريخ الحديث لم يشهد في أي بلد من بلدان العالم نفس المواصفات لهذا التمييز العنصري. يعني إذا نحن عم نقصد الحرب الأهلية أو البنى الطوائفية اللي بتتقاتل مع بعضها أو الإثنيات والأعراق، هو صغار القضايا أمام حجم اللي صار بقلب بلد اسمه جنوب أفريقيا. ولكن في حقيقة الأمر، معليش تنعطي صورة مقتضبة وسريعة جدا للمشاهد. الناس بيسمعوا بنيلسون مانديلا، بس حقيقة ما كتار عندهم بنى حقيقية لما حصل في هذا البلد. أول شيء اسمه هو مش نيلسون، اسمه روليه
هلالة. عنده ست أسماء يعني. لا هو اسمه رولي هلالة. شو يعني؟ هيدي قبيلته، هو قبيل ينتمي إلى قبيلة التيمبو وهي أكبر عشائر الهوسا. النقطة الأساسية وقت تقولي رولي هلالة يعني إنه المثير للمتاعب. ترجمتها الحقيقية المثير للمتاعب. أما التيمبو شو بيقولوا؟ إنها جذب جزء الشجرة، ولكن اتفقوا كلهم على أنها تعني المثير للمتاعب، واعتبروا أنه إذا كان مثيرا للمتاعب ولكنه لأنبل المتاعب يعني مكافحة التمييز العنصري. فهيك كمان لقب بالمديبة. أنا عم حاول ترجمهم عربي مش لغة. مديبة هو أكثر اسم ينادي. مديبة مديبة عم بحكيها باللفظة العربية كما نحكيها الإنجليش والفرنش بالموضوع. مديبة يعني العظيم المبجل. هيدا بتعني هيدا الموضوع. هلأ لمن الرئيس بوتين فلاديمير بوتين لمن ذكر أو شبهه بالمهاتما هو أصلا مش لازم بس يشبهه. ما هو كان مثاله المهاتما غاندي لعدم سلوك طريق المقاومة المسلحة. إنما اللي صار نقطة الفصل لألزمت نيلسون مانديلا على حمل السلاح وأصبح رئيس الجناح العسكري للحزب القومي الإفريقي هو إنه سنة الستين بيوقفوا البيض لأن هن كانوا جيش وهن العسكر وهن الشرطة. وقفوا الناس على الطرقات بالرشاشات وبلشوا يقوصوا الناس، فارتد عليهم هو ومن وقتها تم اعتقاله. صحيح. على مدى 27 سنة. أصلا هو مزبوط أنه لما كان بالسجن كان رجل مفاوضات، كانوا كتار عم بفاوضوه، وحتى بوتا فاوضوا أنه يا خيي أنا بطلعك بس عن شرط بتنصاع للسلطة. قال له ما بهمني حريتي، بهمني حرية شعبي بس. تنوضح شو يعني التمييز العنصري بقلب جنوب أفريقيا الذي لا مثيل له في التاريخ الحديث. هي انه هودي الجماعه مين هن البيض بقلب جنوب افريقيا؟ هن اوروبيين ولكن اصبحوا من اصول افريقيه، يعني هن افارقه ولكن من اصول اوروبيه. عددهم تقريبا 5,500,000. هن جماعه الرؤوس تبعولن هن الهولنديين، بعدين الالمان، بعدين الانجليز، بعدين الفرنسيين. انما الهولنديين هن بسموهم الشعب المختار السيد. يعني انت بدك تتخيلون هرم جنوب افريقيا على راسهم الهولنديه، تحتهم الطبقه الثانيه الانجليز الالمان اليهود، الطبقه الثالثه هن الملونون يعني الاسيويون والهنود، والطبقه اللي تحت الارض اللي هن من الافارقه. نعم. طيب وحارب كل هذا يعني ناضل من أجل عقود وأكثر من 27 سنة تقريبا نيلسون مانديلا بالحوار بكل الوسائل الدبلوماسية الممكنة، وصل لحين تم انتخابه أول رئيس أسود. أصلا لفظة أسود يعني نحن كأنه عنصريين فيها عندما نقول أنه أول رئيس أسود، حتى هللنا لباراك أوباما لأنه أول رئيس أسود للولايات المتحدة. يعني هو الرئيس باراك أوباما شوي منه كتير أسود، يعني هو مختلط أنه أسمر البشرة. طيب لماذا نرى أنه زاد كل ما هو دموي، كل ما هو عنصري، كل ما هو كره وقتل وحقد خلال فترة وجود مانديلا واليوم يعني بعد وفاته؟ مزبوط. هيك قلنا أنه يعني حارب الفكرة بس الممارسة ما زالت موجودة على الأرض. عالميتنا. النقطة الأساسية اللي ذكرت بالمقدمة أنه الإنسانية صارت متعطشة للقتل. ولكل عمره الإنسان شرير بطبيعته، كل عمره من أول ما خلقت البشرية وما بعرف أي متى بينتهي الكون. البشرية دايما بدها تضل تخوض حروب، واليوم بالمجمعات الصناعية العسكرية والرأسمالية العالمية اللي هي محركة تنظيم القاعدة اللي مخصصه بالإسلام هي اللي عم تعمل الحروب دائما، وراح بتضلك تشوف الحروب على طول على طول على طول بغض النظر عما حصل في التمييز العنصري بقلب أفريقيا. لأنه أفريقيا إلى حيثية مستقلة، لأنه أول شيء أكبر دولة بالقارة الإفريقية في أقصى الجنوب الإفريقي، مساحتها 1,331,000 كيلومتر، أكبر مخزون من اليورانيوم والذهب، فيها أكبر إنتاج صناعي. تخيلي هن أهم نقطة. هالهولنديين شو تبنوا لنظرية التمييز العنصري؟ المذهب الكالفيني. المذهب الكالفيني حوروا تعليم الإنجيل وإصلاحات كالفين تيقولوا أنه قدر الناس، قدر الأجناس، أنه كل واحد منهم يكون عنده قدر، وبالتالي قدر وأسلوب حياة وطريقة عيش إلى ما هنالك. وبالتالي الأفارقة أنتم ما لكم حق،
تكونوا في نهاية الأمر تاخدوا الحضارة الأوروبية. تهيك منعوا عنهم المناهج التعليمية إلى ما هو نيلسون مانديلا عمل محامي، هو درس القانون بعدين كمل صحيح. بالتدرج، إنما بالمراسلة، لأنه كان ممنوع بقلب الجامعات أنه يكون واحد أسود عم يتعلم مع واحد أبيض. غير هيك أنه كانوا السود ممنوع يوصلوا لصف الجامعة، كانت المناهج التعليمية عندهم مختصرة، تنقول لصف البروفي وبس، خلص دورك، أنت دورك تشتغل بالمناجم ومننقلك كل ساعة. وبالتالي وأهم شيء كانت الشرطة والجيش حكرا عليهم. ولكن الشيء اللي ساعد نيلسون مانديلا أنا برأيي بالبنية المجتمعية أنه كرس الدستور بجنوب افريقيا 11 لغه رسميه، وهذا شيء ملفت. يعني انت فيك تقولي شعب بيحكي كذا لغه، مثل الصين بيحكوا 1000 لغه، الصين تخيل يعني بيحكوا 1000 لغه، اما مثلا بجنوب مش 1000 لهجه، 1000 لغه، 1000 لغه النقطه الاساسيه. اما بجنوب افريقيا كرسوا 11 لغه رسميه اللي هي الافريقانيه، اللي هي مزيج من اللغه الهنديه عفوا الهولنديه، زي التيلا مطعمتيه ببعض الكلمات الالمانيه وببعض الكلمات الانجليزيه، هي بسموها الافريقانيه. بعدين عندك اللغه الانجليزيه، بعدين عندك اللغه الفندا، بعدين عندك اللغه الهوسا والزولو، تمن تعب المشاهدين في اسماء كثير. هذه تفاصيل دكتور ربما مهم يعني الاطلاع عليها، ولكن لضيق الوقت اسمح لي، هناك بعض المشاهد التي لفتت النظر في مراسم تأبين مانديلا، اسمح لنا أن نعرض بعض الصور. وأكثر ما لفت النظر ربما المصافحة التي تمت بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس راول كاسترو، نحن نمرر الصور. وهذه الصورة أيضا كانت لافتة للوجو أو شعار رابعة العدوية، الكف المعروف باللون الأصفر، وهذه المصافحة بين راول كاسترو وباراك أوباما. وبالمناسبة يعني صار في بعض يعني الكلام بخصوص رفع شعار رابعة العدوية، أنه اليوم محمد مرسي هو مانديلا العرب ورحل المانديلا الأساسي. إلى أي مدى يصح الإسقاط يعني لشخص بحجم مانديلا على واقعنا اليوم؟ لا يمكن، لا تصح المقارنة. مع احترامي للإخوان المسلمين، أنا بحترم كل الناس وكل من يمتلك الفكر الإيديولوجي، ولكن لما بيطبقوا بأرض الواقع وبيعرف الواقع ما بيتقبل ويلغي. لا، ما فينا نقارن بين الرئيس السابق محمد مرسي وبين اي شخص اخر، ما بالك انه محسوب على حزب، غير موضوع كليا، يعني غير موضوع. هيدا نوع من الشعارات اللي فيها شوي من التزلف. مع انه انا بقول لك دائما الاخوان المسلمين ارحم بكثير من السلفيه الجهاديه، بالقليل الاخوان المسلمين ما بيدبحوا. طيب بحكي في جد، هذا ليس موضوعنا بكل الاحوال. اسمح لي ان امرر ما ذكره بمناسبه الكلام عن ما يجري عن واقعنا. كان في رساله لمانديلا ايضا وجهها مباشره لل ثوار أو للشعوب العربية، قال عليكم أن تتذكروا أن أتباع النظام السابق في النهاية مواطنون ينتمون لهذا البلد، فاحتوائهم ومسامحتهم أكبر هدية للبلاد في هذه المرحلة. هو يعلم تماما أن ربما طرف أساء للطرف الآخر وعلينا المسامحة والحوار والتواصل معه. بس باردون، لمين هو بعثها؟ رسالة للثوار العرب أو من يسمون أنفسهم بالثوار العرب، بشكل عام للدول العربية. بس ترجمة أكيد غير دقيقة، مش منك يعني، من نقل عنه لا يمكن أن يقول ثوار العرب. نيلسون مانديلا كان شرس جدا بالدفاع عن ليبيا وإيران وسوريا ضد طلب الولايات المتحدة الأمريكية. بدي ذكرك بحدث سنة 97 حصلت صفقة سلاح بين الرئيس حافظ الأسد الراحل والقيادة بجنوب أفريقيا، كان هو وقت الرئيس. قامت لأيام الولايات المتحدة ممنوع ترسل أسلحة إلى سوريا، رد علي بعنف، من أنت لكي تملي علي؟ ونفس الشيء لما راح تزور ليبيا كمان قالوا له، قال لهم أنتم مغطرسون، أنتم يا أمريكان بلد متغطرس، من أنتم لكي تملوا علي؟ كيف أذهب إلى عندي أصدقاء الذين ساعدوني في القضاء على التمييز العنصري؟ يعني اعتبر أن الجمهورية الإيرانية وليبيا وسوريا هن أهم ثلاث دول. طبعا يمكن بوقتها لو طرق لأمريكا اللاتينية كان ذكر فيدل كاسترو وكذا، ما عم بقول أنه هوديك ما ساعدوه، إنما كان الحوار مبني على دول الشمال أفريقيا والشرق الأدنى، ركز على هالبلدين والمحيط الخليجي، وبالتالي حدد ثلاث بلدين. عندما يقصد الثوار
كلمة فيها من الالتباء. لا يعني قصد الحركات والتطورات الأخيرة والمتغيرات اللي حدثت بالعالم العربي. للأسف لم يعد لدينا أبدا الوقت. أنا أشكرك جزيل الشكر الدكتور بيير عزار الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية. ونتوقف الآن مع سؤال الاستفتاء لهذا الأسبوع. الصحفي الأمريكي سيمور هيرش يؤكد أن إدارة أوباما قامت بتحريف المعلومات حول استخدام السلاح الكيميائي في سوريا بهدف إدانة الحكومة السورية. هل توافقه؟ ننتظر إجاباتكم على هذا السؤال الأسبوع الماضي أم الأسبوع المقبل. أما سؤال الأسبوع الماضي فكان: هل تتوحد الرؤى بين إيران وتركيا تجاه حل الأزمة السورية؟ الإجابات كانت 30% نعم و 70% كلا. القرضاوي استقال أم أقيل؟ وماذا يقول الأزهر في ذلك؟ بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد إلى العد العكسي. وسط امتناع شيخ الأزهر أحمد الطيب عن التصويت، أعلن الأزهر الشريف مطلع هذا الأسبوع قبول استقالة الدكتور يوسف القرضاوي من عضوية هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر. وأصدر الأزهر الشريف بيانا جاء فيه أن قبول الاستقالة جاء بإجماع الحاضرين للتصويت في الجلسة من دون ذكر تفاصيل عن عدد من شارك في التصويت. بكل الأحوال فإن هذه الخطوة كانت متوقعة بعد المواقف الحادة التي أطلقها الشيخ يوسف القرضاوي مؤخرا تجاه الأزهر المغتصب بقوة السلاح كما قال، كغيره من المناصب القريبة منه، وذلك لحساب ما سماه الانقلاب العسكري في مصر. بعد ذلك تناولت بعض وسائل الإعلام خبر استقالة القرضاوي ونائبه من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلا أنه نفى هذا الخبر قائلا أنه قدم استقالته أكثر من مرة من رئاسة الاتحاد، لكن الجمعية العمومية تصر على بقائه في منصبه لكونه روحا ودافعة له حسب تعبيره. الخطير في الأمر أن بعض الأوساط أكدت أن القرضاوي يسير في اتجاه تكوين جبهة مناهضة لهيئة علماء الأزهر من داخل اتحاد العلماء المسلمين. ما مدى صحة هذا الأمر؟ وهل استبق القرضاوي إقالته من هيئة كبار علماء الأزهر بالاستقالة؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيفنا من القاهرة الشيخ جمال عبد السميع عضو لجنة الفتوى الرئيسية في الأزهر الشريف. أهلا بك فضيلة الشيخ. إذا الشيخ القرضاوي تحدث كثيرا عن هذه الاستقالة وساق لها الكثير من الأسباب والحجج، يعني هل كان هذا رأي كل من شارك في التصويت لإقالة الأزهر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي هامة وقامة في البحوث العلمية والفقهية، وله كمثله من الأزهريين كل احترام وتقدير. أما المكانة العلمية فمكانته محفوظة، وأما كونه عالما أزهريا فله كل احترام وتقدير، وهو أستاذ لأجيال متعددة في الأزهر وخارج الأزهر في البلاد العربية والإسلامية. وما اتخذته هيئة كبار العلماء كما نشرت صحيفة صوت الأزهر الشريف إنما جاء تلبية لرغبته التي أبدى فيها أنه قدم استقالته من هيئة كبار العلماء على الشبكة العنكبوتية كما يقال عنها أو التواصل الاجتماعي. ومن هنا بدأ الأمر لابد أن يكون فيه شيئا من الجدية. فعرض الأمر في هيئة كبار العلماء في الجلسة الأخيرة، وكان الأمر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب. ونظرا لما كان قد وصل إليه من بعض التعريض والتجريح من فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي، فقد تخلى رئيس الجلسة الشيخ أحمد الطيب عن الجلسة أثناء
مشاركة الأعضاء في الأمر الذي يخص إقالة أو استقالة أو قبول استقالة فضيلة الشيخ القرضاوي من هيئة كبار العلماء. وكان الأمر معروضا وتولى الجلسة أمينها وهو فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان أمين الجلسة وأمين هيئة كبار العلماء ووكيل الأزهر الشريف. نعم. طيب وقيل وكان أنه الأمر معروضا فكان على ثلاثة آراء. الرأي الأول أن يبقى فضيلة الشيخ القرضاوي على أنه عضوا في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف باعتباره قبولا للرأي الآخر الذي له ما له في حجته وآرائه، وأن يكون هذا الأمر إقرارا له بالوجود حتى وإن اختلف مع فضيلة الإمام أو هيئة كبار العلماء. وكان هذا الرأي منفردا لم يلقى شيئا من القبول بكثرة. فعقدت جلسة سرية هل يقبل استقالته التي عندما أعلن عنها في صفحته أو في التواصل الاجتماعي أو في الفيسبوك على أن هذا رأيا منه لم يقدم دليلا ضده فيكون هذا إقرارا منه. فاعتبرت الجلسة أن كلامه الذي لم ينفه كما نفى أنه لم يكن عضوا ولا رئيسا لهيئة الاتحاد العلماء المسلمين اعتبرت أن هذا قبولا منه فضيلته في الاستقالة. وكان الأفضل من هيئة كبار العلماء أن تلقى هذا الرأي بالقبول لأنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يهين الأزهريون أزهريا مثلهم، فلم يكن هناك إقالة ولكنهم قالوا قبلوا استقالته. ولكن هو يقول نحن الآن ابتلينا بأزهر غير الأزهر الذي كان قائد الأمة في دينها وثقافتها وتعليمها وإصلاحها، طبعا تضاف إلى المواقف السابقة التي أطلقها لشيخ الأزهر للسيد الشيخ أحمد الطيب ولمؤسسة الأزهر نتيجة مواقف سياسية داعمة للانقلاب العسكري كما سماه. ألم يرى الأزهر يعني أن في ذلك تشويه لسمعة علماء الأزهر ومؤسسة الأزهر بشكل عام؟ ألم يكن فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب إماما للأمة الإسلامية وشيخا للإسلام وإماما أكبر في عهد رئيس الجمهورية المعزول الرئيس حسني مبارك؟ ألم يكن فضيلة الإمام هو نفسه الذي كان في أيام الثورة التي جاء فيها الشيخ يوسف القرضاوي وباركها وهنأها وقام وخطب في الناس في التحرير ووقف وكان له مبلغ الأثر في قبول الأمة وقبول مسألة تغيير السلطة من رئيس الجمهورية الرئيس محمد حسني مبارك ثم إلى الحاكم العسكري في ثم الى نعم، ولكن اختلف الامر يقول هؤلاء ثم الى الثوره الجديده. بعض العلماء يقولون انه الامر اختلف عندما ساند الشيخ القرضاوي مباشره الاخوان المسلمين وافتى فتاوى بالنزول والتصويت للرئيس المعزول محمد مرسي وغيرها من المواقف التي صدرت عنه مؤخرا. يعني هنا المأخذ عليه تحديدا. سيدتي الفاضلة، نحن أمة نقول فيها ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا مسألة الاجتهاد في أن تساند رأيا معين أو تتجه إلى رأي معين لا يعني أننا نشوه بعضنا بعضا ونخوض في أعراض بعضنا أو نتطاول على بعضنا لهدم الأمة الإسلامية ولهدم جماعة المسلمين والنيل من علمائها في كل عصر ومصر. نعم. يعني هذا الأمر يحتاج إلى وقفة من جميع العلماء بأن يعذر بعضهم بعضا وأن يدرسوا الأمور على نصابها. ولو كان الأمر فيه شيئا من الجدية لا حضر فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي إلى هيئة كبار العلماء وتناقشوا الأمر ثم أخرجوا لنا بيانا واضحا، ولكنه لم يأتي
نعم، ولم وهذا سؤال يطرح يأخذ ربما مأخذ الجد في هذا الأمر. نعم، هذا أيضا سؤال يطرح. لماذا لم يأتي وهو أحد أعضاء الأساسيين؟ لماذا؟ نعم، لماذا لم يطرح القضية على هيئة كبار العلماء ويتخذون فيها رأيا معينا، ثم يخرج لنا فضيلة الإمام أو من ينوب عنه أو من ينوب عن هيئة كبار العلماء ليخرج بيان الأزهر إخراجا جميلا يجمع الصف في الأمة العربية الإسلامية ويجمع الصف بين المسلمين في كل البلاد. هل هناك تخوف اليوم؟ يعني حسب ما قرأنا من بعض المواقع أنه في تخوف وقلق واضح من تشكيل هيئة أو جبهة ضمن اتحاد العلماء المسلمين تقابل مؤسسة الأزهر أو الأزهر الشريف، هل هناك تخوف من هذا؟ هذا الأمر ليس فيه شيئا من التخوف لسبب بسيط، أن الأزهر الشريف مؤسسة رسمية، هذه المؤسسة مؤسسة تكاد تكون مؤسسة قائمة بذاتها. أما ما يقال عن تأسيس هيئات أخرى ستكون مناهضة أو مجاهبة للأزهر الشريف فإنما يتبع في دولتنا هذه لجمعيات أهلية يقوم بعض العلماء أو غيرهم بتأسيسها تكون تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أو كما سميت حديثا بالتضامن الاجتماعي، فليست لها الصفة المؤسسية التي يصدر عنها البيان، وليس فيها معاهد تعليمية، وليس فيها الدعوة والإعلام الديني، وليس فيها مجمع البحوث الإسلامية، وليست مؤسسة من مؤسسات الدولة. فمؤسسات الدولة الإسلامية عندنا ثلاث: الأولى الأزهر الشريف ويتبعه، الجامع والجامعة، ومجمع البحوث الإسلامية، والثانية يتبعها وزارة العدل وفيها دار الإفتاء المصرية، والثالثة هي وزارة الأوقاف، وكلها مؤسسات رسمية. أما خلاف ذلك كما سمي سابقا بهيئة علماء أو جبهة علماء الأزهر أو اتحاد علماء، مش عارف أي لفظ من الألفاظ، هذه تسمى مؤسسات لا موجود خيرية اتحاد العلماء المسلمين والشيخ يوسف القرضاوي هو من يرأسه، ولهذا قيل انه ربما هناك تخوفات من ان يترأس الشيخ القرضاوي جبهة في مقابل الأزهر بعد استقالته. ليس هذا في مصر. المؤسسات الرسمية في مصر ثلاث: هي المعنية والمخول اليها امور الدعوة والدين في مصر، الأزهر الشريف، الجامع والجامعة، ومجمع البحوث، دار الإفتاء المصرية وتتبع وزارة العدل، وزارة الأوقاف وتتبع الدولة. أما غيرها من المؤسسات أو الجمعيات فتتبع وزارة الشؤون الاجتماعية، يجري عليها ما يجري من اتحاد الجمعيات الأهلية، وليست جماعة تؤسس على أنها مدرسة أو مؤسسة تناهض الأزهر الشريف بأي حال من الأحوال. كل ما صدر الآن فضيلة الشيخ إلى أي مدى هز الصورة بالأزهر لدى المواطن العادي، خاصة بعدما قال الشيخ القرضاوي أنه أنا قدمت استقالتي للشعب المصري وليس لمؤسسة الأزهر أو ليس للأزهر الشريف؟ سيدتي الفاضلة، إن فضيلة الشيخ القرضاوي له في نفوسنا وله في علمه باع طويل، ولكن هل هو عضو عند المسلمين في أرض مصر أم عضو في هيئة كبار العلماء؟ يفترض إذا كان عضوا عند المصريين فإن له ما له في قلوبهم، يقبلون رأيا ويرفضون رأيا آخر من آرائه. أما الهيئة المخول إليها جمع الناس وجمع الأمة الإسلامية وإصدار الفتاوى العامة في المسائل القومية هي الأزهر. ليس كل المصريين مهتما بكل التخصصات في مسائل الدين حتى يقدم فضيلة الشيخ القرضاوي استقالته للمصريين. نعم، طيب الآن جهز معنا الشيخ حسن عبد الله رئيس الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين. هل ما حكي عن استقالة الشيخ القرضاوي أنه قدم الاستقالة أكثر من مرة من اتحاد العلماء المسلمين ولكن الاتحاد أو الجمعية العمومية في الاتحاد رفضت ذلك، هل هذا صحيح فضيلة الشيخ؟ أنا ليس لدي علم بأنه قدم استقالته من
الاتحاد العالمي لعلماء بلاد المسلمين، ولكن من الطبيعي أن الشيخ القرضاوي أصبح غير قادر على أن يكون رئيسا لاتحاد علمائي عالمي يضم في طياته علماء من كل المذاهب الإسلامية. ونحن عندما انتسبنا في البداية للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كان الأساس في انتسابنا هو أنه اتحاد يدعو للوحدة بين المسلمين ولتقريب وجهات النظر ولا يتخذ مواقف تشتت الأمة وتفرقها. الذي حصل أنه في بدايات ما سمي بالربيع العربي وخاصة بعد موضوع ليبيا والفتاوى التي أصدرها سواء بقتل القذافي أو باستدعاء الناتو لضرب الشعب الليبي، هذا الأمر دعانا إلى أن نقدم استقالتنا نحن من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأن نقول لهذا الاتحاد طالما أن هذا الخط الذي ستسير به فإن هناك كثير مما يفرقنا وليس هناك. هل تراسلتم معه شخصيا فضيلة الشيخ؟ يعني نحن أرسلنا له الاستقالة ولم نتحدث معه شخصيا لأنه أصلا لم يكن يتقبل أي رأي آخر للأسف، يعني هو صاحب رأي متفرد وعنيد في رأيه ولا يقبل حتى المناقشة. وهذا أمر، نعم أنا تحدثت مع الشيخ القرضاوي نائبه عندما كنا في السودان وحول هذا الموضوع بالتحديد، وهو يقول أن الاتحاد لابد من أن يتخذ موقفا، الاتحاد يأخذ موقف في أمور التي تجمع المسلمين لا تلك التي تفرق المسلمين عن بعضهم البعض. نعم أنا أشكرك. ونحن أخيرا باتحاد علماء بلاد الشام، نعم، كوني رئيسا للمكتب التنفيذي في اتحاد علماء بلاد الشام أصدرنا بيانا وجهنا التحية للأزهر وكنا نتمنى أن يكون الأزهر هو الذي يبادر إلى أن يخرج الشيخ القرضاوي من بين صفوف هيئة كبار العلماء على أساس أنه أصلا هو لم يقدم الاستقالة كما قال فضيلة الشيخ إلى الأزهر الشريف، وبالتالي قانونيا لا توجد استقالة، لذلك نحن نعتبرها إقالة وهذا أفضل. أشكرك جزيلا الشيخ حسان عبد الله رئيس الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين، حدثنا من هنا من بيروت. واسمح لي فضيلة الشيخ أن نتوقف مع آراء الشارع المصري حول هذه القضية وما أثرته في الشارع المصري ثم نعود. يوسف القرضاوي في الفترة الأخيرة طبعا سيس الأمور وسيس المنهج بتاعه بطريقة غير مستحبة وتخدم ناس معينة، وده مش مطلوب من أي عالم أزهري في الوقت الحالي. مهيج الشعب المصري ساعة ثورة 25 يناير ما كانش فيه الرأي ده بتاعه، ما كانش قال إن ده انقلاب على الحكم، لكن عشان خاطر مرسي وهو تبع مرسي قال لك ده انقلاب ومهيج الشعب يعني لا، أنا أؤيد هذه الاستقالة. أنا مش مؤيد للاستقالة لأن تدخل الأزهر في السياسة هيحط الأزهر في موقف لا بأس به. مجلس العلماء أقر بالإجماع الأمة أن يوسف القرضاوي لا يجب أن يكون مفتيا إسلاميا ولا كاتبا إسلاميا، حتى أن شيخ الأزهر تعفف عن حضور هذه الجلسة. هو أساء للمكان اللي هو تربى فيه، هو أساسا طالع من الأزهر متعلم في الأزهر متربي في الأزهر وخرج من الأزهر أساء للأزهر. مؤيد طالما هو غلط في مصر فطبعا لازم يستقيل ولازم الاستقالة تقبل. القرضاوي لو في عدالة في مصر نسكت عنه الجنسية المصرية. إذن هناك أكثر من رأي فيما يتعلق بالشيخ يوسف القرضاوي في الشارع المصري. كنت أود أن يطول هذا اللقاء معك فضيلة الشيخ جمال عبد السميع عضو لجنة الفتوى الرئيسية في الأزهر الشريف، أشكرك جزيلا، حدثنا من القاهرة. إلى بعض المشاركات على الفيسبوك. هل دخلت ليبيا نفق الاغتيالات المظلم؟ نرى ذلك بعد الفاصل.
أهلا بكم إلى الفقرة الأخيرة من العد العكسي. لم تكن المرة الأولى التي تقع فيها حادثة اغتيال، عندما اغتال مجهولون في وقت سابق من هذا الأسبوع ثلاثة من عناصر أجهزة الأمن الليبية، بينهم مسؤولان رفيعان. قبل ذلك اغتيل مدير الاستخبارات في الشرطة العسكرية في الجيش الليبي في مدينة بنغازي أمام منزله أيضا. منذ أشهر وليبيا تشهد سلسلة اغتيالات استهدفت لغاية الآن العديد من الضباط في أنحاء متعددة من ليبيا، كما طالت الاغتيالات ناشطين سياسيين وصحفيين، فيما سجل العام الفائت وحده اغتيال أكثر من 80 من الشخصيات النافذة في الجيش أو الشرطة، خصوصا في شرق ليبيا، ما يطرح علامات تساؤل حول الجهة التي تنفذ هذه الاغتيالات من ناحية، وقدرة الحكومة الليبية الهشة على فرض سيطرتها على الميليشيات المسلحة بعد عامين على سقوط القذافي من ناحية ثانية. بدورها استنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش عدم قيام السلطات الليبية بالتحقيق في ملابسات عمليات الاغتيال وعدم ملاحقتها لأي شخص أو احتجاز أي مشتبه به. وبالرغم من عدم وجود حصيلة رسمية لعمليات الاغتيال والشخصيات التي استهدفتها، إلا أن المنظمة الدولية ترجح أن تكون دوافعها سياسية بحتة. أي تحد تشكله عمليات الاغتيال لحكومة علي زيدان، تضاف إلى حالة الفوضى الأمنية المنتشرة في البلاد؟ لمناقشة هذا الموضوع معنا من بنغازي مفتاح بوزيد، المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة برنيق الليبية. أهلا بك سيد مفتاح. كيف يمكن تفسير كل هذه الاغتيالات التي تشهدها ليبيا منذ أشهر، ولنقل منذ يعني الإطاحة بمعمر القذافي، وتتركز في مناطق معينة شرق ليبيا تحديدا، كيف تفسر ذلك؟ نعم، بعد حرب التحرير عندما تحرت المنطقة الشرقية ثم تحرت كل ليبيا وأعلنت تحرير كل ليبيا من قبل المجلس الانتقالي، حقيقة بدأ الصراع مبكرا في ليبيا على السلطة من قبل التوجهات والإيديولوجيات السياسية، حيث خرجت الأحزاب وخرجت التيارات والمنظمات، سواء كانت التي ترتبط داخل ليبيا أو لها ارتباطات بالخارج. أصبح الصراع على أشده، ونحن نعلم بأن تلك التيارات أو بعض تلك الجماعات والتيارات لها أدرع ولا تؤمن بقيام الدولة، وتجد في عباءة الإسلام قد يكون لتصفية الكثير، وهناك جماعات أخرى تكفر المجتمع وتكفر الدولة، وخاصة ضباط الجيش والشرطة الذين عليهم العامل الأساسي والأول في سيادة الدولة وبنائها، حيث تبتني بعد ذلك كل البرامج التنموية. فإذا نجد أن الحدة والتواتر أكثر في منطقتي تحديدا درنا وبنغازي، واستهدف الآن أكثر من 100 شخص. ولكن لكي أكون دقيق أكثر، لم يتوقف هذا القتل على الشرطة والجيش فقط، بل طال كذلك منابر المساجد وحتى الناشطين السياسيين. صحيح، ولكن قبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى لو سمحت، ذكرت أو لمحت في حديثك إلى أن الجهة التي تقف وراء هذه الاغتيالات ربما تكون من توجهات إسلامية، كان إخوان مسلمين أو جماعات إسلامية غيرها، هل هذا ما فهمته منك؟ نعم هذا صحيح، ولكن إذا أردنا أن ننظر للأمور بشكل واسع ليس من جهة فقط، فإذا أردنا أن نحلل بشكل دقيق علينا أن نعرف من هو المستفيد. حتى التحقيقات التي حتى وإن أعلنوا أن هناك موجودة تحقيقات، لا يمكن البحث عن إبرة في قوم قش، لابد أن تحدد من هم المشتبه به حتى نلخص ونقصر من هم الذين مستفيدون من وراء هذه الاغتيالات. فنصبح
بالتالي نضع علامات استفهام حول مجموعات معينة من بينهم الإسلاميين المتطرفين، من بينهم التكفير والهجرة، من بينهم من لا يريدون أن تقوم ليبيا على 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 أحسن حال، من بينهم كذلك لابد أن نعترف أن هناك أجندات إقليمية ودولية لا ترغب في أن تكون ليبيا في صفاف الدول. ليبيا وللأسف الشديد أن هذه الدول قد تكون محسوبة في بداية الثورات على أصدقاء ليبيا، وكل هذه التيارات وهذه الدول عامل مساعد لعدم استقرار في ليبيا وكما ينبغي أن نجدها الآن مستقرة أمنيا. نعم. طيب اسمح لي أن أتوقف سريعا للمشاهد لنطلع المشاهدين على قائمة بأبرز الشخصيات التي تم اغتيالها خلال ديسمبر الحالي قبل أن نتابع نقاش معك سيد مفتاح. العقيد عبد المنعم تاج الدين في درنا، وطبعا التواريخ موجودة. العقيد رمضان التروق بمدينة سرت، الشرطي ناجي حسين حمد في بنغازي، العقيد كمال حسين إبراهيم بزازة في بنغازي، الضابط أحمد حمدي والضابط صلاح بشير الورفلي في بنغازي، العقيد صلاح حمودة في بنغازي، المدرس الأمريكي رولاند سميث في مدينة بنغازي، الضابط في فرع إدارة الجوازات والجنسية حاتم جمعة العريبي أيضا في بنغازي. كما ذكرنا معظم الاغتيالات 90% ربما من هذه الاغتيالات تتم في مدينة بنغازي. ذكرت مسألة المستفيدين وربما داخليا وخارجيا ودول إقليمية، ولكن أيضا على الحكومة الليبية مسؤوليات كثيرة. ومنظمة هيومن رايتس ووتش منذ 4 أو 5 أشهر وجهت يعني ما يشبه الملاحظات أو الإرشادات لما يجب عليه أن تقوم به الأمم المتحدة والحكومة الليبية. تبدو عاجزة تماما سيد مفتاح الحكومة الليبية أمام هذه الاغتيالات والفوضى الأمنية. هي كذلك، هذا صحيح. نحن نجد هشاشة وضعف في الحكومة، هشاشة في الأمن، عدم وجود الإمكانيات اللازمة لقواتنا المسلحة الليبية والأمن في كافة ربوع ليبيا، في ظل استحواذ كثير من الجماعات والكتائب على أسلحة ثقيلة، هذا يهدد طبعا الاستقرار والسلم الاجتماعي. كذلك خفق الحكومة في بسط سلطتها وسيطرتها على كل ليبيا. كذلك نجد أعضاء من المؤتمر الوطني وهذا أصبح ليس خافيا على أحد سواء في الداخل ولا في الخارج، ممن يغلبون مصلحتهم ومناطقيتهم وجهويتهم وتوجهاتهم السياسية، يضعون العراقيل ويضعون العسي. كذلك للحكومة في عدم التقديم للمساعدات والتمويل اللازم للجان الأمنية المشتركة، حتى وإن استطاعت الحكومة تأتي الأمور ردود فعل وتأتي متأخرة وتعطي القوة للأطراف الأخرى. حقيقة الأمر الوضع في ليبيا هش وضعيف، ومن يدفع الثمن هو المواطن. طيب ومن هذا وضع عام سيد مفتاح يحقق. نعم هذا وضع عام. نعم. أنه الوضع بليبيا ربما لأنه ما زالت تشهد مخاض الثورة، ما يمكن اعتباره بمخاض الثورة، ولكن بالآليات والإجراءات العملية لماذا تبدو الحكومة الليبية مثلا أو الجهات الأمنية المعنية عاجزة عن إجراء تحقيق ببعض الاغتيالات؟ وكل الاغتيالات تقريبا لغاية اللحظة قيدت ضد مجهول، حتى أنه اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس رئيس الأركان للكتاب المعارضة للقذافي لغاية اللحظة أيضا يعني لم يكشف شيء عنه. لا أختي الكريمة، ليست الشرح الذي مضى أو الذي قلته قبل قليل هو الوضع العام بالثورات نتيجة المخاض. أنا أتحدث بعينهم، هناك تيارات وأعضاء بعينهم في المؤتمر الوطني يضعون العصي أمام الحكومة، هذا لابد أن نعترف به. يعني ليس المجلس أو البرلمان أعلى سلطة في ليبيا، الكل يريد بناء ليبيا. أنا قبل ذلك نوهت وقلت أن الشرائح في البرلمان الليبي ينقسم إلى 3 شريحة، منهم هؤلاء يريدون بناء الدولة بأي شكل كان بدون وضع أي تصور، المهم أن تقوم الدولة. في مجموعات أخرى تريد أن تقوم الدولة ولكن تريد أن تزين هذه
الشكل يعني يختلف ما بينهم من تجاذبات على شكل الدولة وشكل الشرطة وشكل الجيش ومن يدخل ومن قياداته ومن يمسك زمام القيادات في الوزارات. أما المجموعة الثالثة الشريحة الثالثة هؤلاء حتى كانوا في بعض القيادات في الجماعات المقاتلة وغيرها. نحن الآن نرى أن هناك قيادات بالفعل قد تكون خرجت من جماعات المقاتلة وفي مجموعة لم تعلن هل هي الآن مع الجماعات المقاتلة القريبة من تنظيم القاعدة أو الموالية أو التي تحمل نفس الأفكار. إذن نحن أمام مجموعة في البرلمان نعرفهم ويعرفوننا بأنهم لا يريدون قيام الدولة إلا على حسب مقاسهم مجموعة في البرلمان تحمل فكر القاعدة سيد مفتاح؟ نعم تحمل فكر القاعدة. نعم مين هذه المجموعة؟ وهذا ليس غريب وليس يعني كيف تكون نعم؟ مجموعة بالبرلمان وتحمل فكر القاعدة؟ أنه كيف تشارك بهذه الحال بالعملية نعم السياسية وهناك مباركة لمشاركتها نعم أم ماذا؟ لأن ليبيا لم تمر بأي مرحلة ديمقراطية في النظام السابق. ليس هناك مؤسسات لا أمنية ولا شرطية بالمعنى المؤسساتي. ليس هناك دولة بالمعنى الحقيقي. وبالتالي عندما تم أول مؤتمر وأول ما تعود الناس أن يذهبوا إلى هذه الانتخابات كان الإعلام يسوق لكثير من الشخصيات التي تم انتخابها. وبالتالي تناسوا وعدم معرفة جيدة بالمعنى الديمقراطي ومعنى من هو الشخص النائب عن الشعب. عرفوا بأن الكثيرين كانوا يناضلون ضد معمر القذافي بدون فهم التركيبة الإيديولوجية والسياسية لهؤلاء. بعد لو أنت تري معي وتتابعي الوضع في ليبيا نجد الكثير الآن يلعن كثير من أعضاء المؤتمر صباحا ومساء وفجرا وليلا وفي كل الأوقات مع الصلوات الخمسة وأكثر بأنهم ناس غير وطنيين وناس سراق وناس حداق وأنهم ذاقوا منهم المرارة وحتى إلى ما لا نهاية من هذه الكلمات التي قد تكون حتى بذيئة طبعا مع احترامي لبعض القلة في المؤتمر الوطني. وبالتالي نجد الآن نحن حتى اللجنة الستين التي تشكل أهم نقطة والمحورية في بناء ليبيا الجديدة نجد أن الانتخابات لم يسجل إلى الآن أكثر من 243. إذن هناك عزوف كبير جدا، هناك مفارقات كبيرة جدا في بناء الدولة في ليبيا نتيجة الوضع السيء ونتيجة الاختيار السيء الذي يتحمله جزء كبير منه الشعب لأن هذه الإفرازات إفرازات الشعب. صحيح المواطن الآن ربما أمام مهمة أو امتحان حقيقي لابد بالانتخابات المقبلة. لابد لكي 30 ثانية فقط لو سمحت. لكي نبني ليبيا الجديدة علينا أن نعترف بكل أخطائنا سواء حتى نحن المحللين السياسيين والإعلام والمواطن الليبي البسيط الذي يريد الحلم ويريد ليبيا الجديدة عليه أن يعترف بأخطائه. نعم. حتى عزوفه الآن هو خطأ آخر يرتكب فيه، عليه أن يفهم من ينتخب لكي ينوب عنه ماذا يريد في دستوره. أما العزوف يجعل مجموعات أخرى أكثر تنظيما وأكثر تفكيرا واستحواذا للمال المشبوه والفاسد في تواجده في لجنة الستين، وبالتالي سوف تكون مصيبة أخرى على الليبيين في لجنة الستين. شكرا جزيلا لك سيد مفتاح بوزيدة المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة برنيق الليبية حدثنا من بنغازي. نذهب إلى مشاركات أخرى على الفيسبوك ثم نعود. إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من العدل العكسي. شكرا لمنتجة البرنامج تيما عيسى وهشام الهاشم وأيضا المخرجة بترا بنادر. الشكر الأكبر لكم على وفائكم في متابعة البرنامج وعلى مشاركاتكم الدائمة. ننتظر المزيد منها على مواقع التواصل الاجتماعي. استودعكم الله والسلام عليكم.